يلا ماله ليه؟ عم تشحطونا من البيت؟ هلا بس يرجع النايب، شوفوا شو بده يعمل فيكم. إذا بعد تيجوا الحرب بدنا نخفيكم تحت سابع أرض، وما حدا حيعرف فيكم إلا الدود والجرادين. أمي فل مايكل، هالعائلة كتير بشعة، بدي أرجع عند بي الفقير. إيه معك حق، أنا بحياتي ما انزليت هالقد، مع إني كنت عايش فقير، بس كان عندي كرامة على القليلة. تامر؟ كيف في والدين قاعدين هون وينهم؟ ما شفته، أنا كنت عم بدرس لأطلع الأول بالصف. يا حراس؟ وين والدين كانوا قاعدين جوا؟ نحن شحطناهم لأن أمرنا ابنك تامر. عم يكذب علي كمان؟ بتروحوا بتمروا بالدنيا عليهم، بتخلقوهم خلقة ممنوع ترجعوا لهون إلا ما تجيبوهم معكم، أوكي؟ وتامر حسابه عندي. تامر؟ أنت من متى بتكذب علي؟ ليش بنني هودي الولاد؟ هودي إخواتك، كنا ضايعينهم من زمان وما صدقنا على الله بنلاقيهم. هو كذابين مش إخواتي، هو عم يحتالوا علينا كرمال ياخذوا مصرياتنا. خلاص؟ هن إخواتك، أنا تأكدت من الأوراق، أمك الكذابة بعتهم قبل ما نطلق أنا وياها. طيب يا بابا أنا ما حبيتهم، ما حبيتهم. يا خي شو المصيبة هاي؟ من وين لي اهل ولدان؟ لا بنعرف منن ولا بنعرف اساميهم. والله مش عم بفهم شو بدهم منن النايب. سكوت سكوت روح ندور على احمد يشحطونه من الشغل. قوم عجل عجل خلص شغل، صار لك من الصبح مش عامل شيء، بدك تشتغل او جيب حدا غيرك. انه مش عم صدق انا بيي مليونير ومعي مصاري كتير وقاعد عم بشتغل بس بيومية 3 دولار بالنهار. يا الله شو بدي اعمل؟ يلا روح روح نفتش بالشوارع الفقيرة، أكيد رح نلاقيهم. لك وصلنا حياة الفقيرة، بس في كتير ولاد، كيف رح نلاقيهم؟ أصلا أنا صحابة شورى عن كمان المية، هلا بنسأل الولاد عنه بركي بيعرفوه. يلا يلا تعال 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 تعرفنا هالولاد؟ أنا زلمة. آه، اتفقتش كنا مع الزكية؟ لا. هلا أحياء كتير فقيرة هون، أكيد رح نلاقيهم. سيدنا سيدنا. مش محرز يا برملك، احكي اللي عندك. هؤلاء الولاد مش عم نلاقيهم، اعطينا عنوان اعطينا اساميهم. انتوا بطل الكم نافع عندي، ربع عن وجهي. يلا يلا انا كثير جوعانه، قد ايه حقها هاي؟ 5 دولار. يلا يا ريت معي مصاري. والان مع المؤتمر الصحفي للنائب لطيف الظريف. انا النائب لطيف الظريف بقدم جائزه 500,000 دولار يلي بلاقي لي ولادي الضايعين، انا ضيعت ولادي وهي صورتهم على التلفزيون. والآن مع المؤتمر الصحفي للنائب لطيف الظريف. أنا النائب لطيف الظريف بقدم جائزة 500,000 دولار يلي بلاقي لي ولادي الضايعين، أنا ضيعت ولادي وهي صورتهم على التلفزيون. كيف عرف إنه هودي ولادي؟ عمارة وين كنتوا امبارح؟ يا بابا ما قلنا لك كنا عم نلعب فوتبول. كذب، أنتوا كنتوا عند النائب لطيف الظريف. بعدين النايب دافع 500,000 دولار جايزة للي بلاقيكم. كيف عرفتوا انه بيكم؟ فتحتوا الخزنة. كيف عرفتوا الرقم؟ سرقتوا الورار هيك؟ يا بابا روح من وجهي، انتوا ولاد بلا مربى، لا بيك ولا معفك، روحوا من وجهي. بقدم جايزة 500,000 دولار يلي بلاقي لي ولادي الضايعين، انا ضيعت ولادي وهي صورتهم على التلفزيون. ييه هالولاد انا بعرفهم، رح صير غنية اكيد. هاي رفقاتي. هاي انت طلعت ولاد لطيف الظريف؟ ايه شو بدك منا؟ روحوا لعنده عم يطالب فيكم. اكيد لا، نحن ما حبينا معاملاتهم، جاي كرمال ال 500,000 دولار، لا ما بدنا. يلا روحي فلي. انا بعرف كيف تلاقوا الاولاد اللي عم تفتش علي. خذينا لعندهم بسرعه، بدي مصاري قبل. اصلا نايب لطيف الظريف ولا مره اكل حق حدا، بتفرجينا الاولاد دغري معطيك مصاري. لك وين قاعدين هون؟ يلا مشي معنا عند النايب لحتى يعطيك الجائزة. أهلا، هيدا حقك وميرسي كتير إنك ساعدتيني. غلط لانه سحبتكم من القصر، وانا جاي طلبكم ترجعوا على القصر على بيتكم. لا، نحن قررنا نعيش مع بينا الفقير والقديم. بس هيدا بيكم فقير، ما معه يعيشكم العيشه بدي اعيشكم اياها انا. معليش بنعيش عيشه فقيره، بس على الاقل يكون عنا كرامه. صح، اعطيه الظرف. هيدا عرضي لكم، وانت بتعرف قصري وين. شو ماي؟
هيكل؟ شو مكتوب؟ نايب لطيف الظريف عارض علي الشركة تبعه و3 مليون دولار إلك و3 مليون إلي. شو مايكا؟ شو بدك تعمل؟ ما بعرف، ما فينا نرفض هيك عرض، طول عمرنا نحن بدنا نكون أغنياء. أصلا هيدا بعين الحقيقي، نحن ما بنعمل شي غلط. صح، ويمكن عن جد ابنه ما عرفنا كرمال هيك شحطنا. بس شو بدنا نقول لبينا اللي ربينا؟ خلص بنروح بلا ما نقله. بس بركي صار شي. حضرة النايب، ما تقولوا لي حضرة النايب، أنا صرت بيكم. نحن قبلنا العرض تبعك كمان. انظري على الأوراق. يا شاطرين يا حلوين. يا ألما، مايكل، وينكن؟ ألما، مايكل، ما فيش حدا بالبيت. معقولي حدا خطفهم ليربح الجائزة؟ أنا رايح لعند النايب. واو، محل تليفونات كتير كبير. أنا حلمي من زمان يكون عندي تليفون. بليز فيك تعطيني هالآيفون؟ ايه. وكمان هداك التليفون واللابتوب. لايك وجبني معك السماعات كمان. السماعات؟ لايك انت معك حقهم هودي كلهم تدفعهم؟ انت ما بتعرف مين بيّن؟ لا والله ما حصل بالشرح. بيّن نايب لطيف الظريف. يا عمي على راسي خلص. واخيرا تحقق حلمي، بدي اشتري من كل شيء. كنت احلم اكل لحم شوكولا، هلا صار كل الشوكولا عندي. يا بنت معك حق هول كلهم؟ تدفعي حقهم؟ انت ما بتعرف مين بيّن؟ ومين هو بيّن؟ نايب لطيف الظريف. عفوا، خذي راحتك، خذي راحتك، اهلا وسهلا فيك. البابا تخبط. وقفوا محلكم. هيك دغري نسيتوني وتخليتوا عني؟ وكرمال شو؟ كرمال شوية هدايا؟ هات لهون. يا بابا انا رح احكي مع النايب لطيف الظريف، خلينا نعيش كلنا مع بعض. انا ما بدي اعيش مع حدا، ما بعيش مع هيك عالم، ما بيهمني. بس هو معه كتير مصاري، بنصير كلنا غنايا. ما بيهمني مصرياته. يلا امشي معي على البيت. ما بدي مش على العيش الفقيره. مش عزوك، يلا قدامي على البيت. بلا عزوقه. انت شو عم تعمل هون؟ جاي رد ولادي على بيتهم الحقيقي. هيدا بيتهم الحقيقي، اللي هعمل معك منيح مش هحطك بالحبس، يلا دوروا فيلم هون، يلا. أنت بعت ولادك، أنا معي الأوراق، أنا اللي هجرك على المحاكم وخليك تتبهدل. اللي بيطلع بإيدك يطلع بإجرك، يلا يا ولادي يلا فوتوا على البيت، جيب الكيس أنت فوت يلا. بس البابا فوتوا على البيت يلا. إذا بعد زعجكم هيدا الشخص دغري تيجوا بتخبروني. بس هيدا الشخص كان مثل بينا، كان كتير بحبنا، هو اللي ربينا. ما بقى فيكم تتراجعوا، أنتم مضيتوا على الأوراق وصوتوا ولادي هلا. يا انا ومصرياتي يا بايكون الفقير، خلاص تبع انت عم بيهددني. انا لك انا معاش اللي بده يهددني، انا بعرف كيف بدي اجيب حقي. وين الاوراق؟ وين كل شيء؟ كيف اختفوا؟ بس بدي افهم كيف ضاعوا الوراق مني، كيف النايب قدر يحصل على هول الوراق؟ بده يقشطني ولادي. قال بابا كيف عرفوا رقم الخزنة ألما ومايكل؟ أنت أعطيتهم إياه؟ هادي حفيدتي وبدي أعطيها البدية، ما بقول لا. لك ليش عرفوا الرقم السري؟ أنا هيك خسرت ولادي وخسرتك أنت كمان.